اهلا بكم من جديد. لقطات كتيرة بتلفت نظر كل اللي بيتابع مشروع القناة الجديدة، لكن اللي بيلفت النظر من وسط هذه اللقطات اللي بيحصل في وردية الليل. العمال بيشتغلوا ازاي؟ بيغنوا، بياكلوا، بيطبخوا، بيشتغلوا ازاي؟ الحقيقة لقطات الخاصة بوردية الليل لفتت نظر زميلتي الصحفية فيروز عبد العزيز والمصور الموهوب سامر عبد الله. راحوا هناك، عاشوا مع العمال وردية ليل، وصوروا وكتبوا. فيروز اهلا بيكي. اهلا بيكي. سامر اهلا بيك. ايه اللي لفت نظرك؟ ايه اللي خلاكوا يعني تروحوا بشمعنى بالليل؟ يعني وردية الليل ليه؟ هل وردية الليل باستمرار بتبقى مميزة، ولا معناها ان في جهد اضافي؟ يعني هي بداية كانت اقتراحه وتكليف من الجورنال اللي بنشتغل فيه. يعني مش انتوا سبب الفكرة. لا، الأستاذ عبد الحمود هو اللي اقترح الاقتراح ده، واحنا طبعا نزلنا نفذناه. وكانت تجربة طبعا ممتعة جدا، وتقريبا احنا الجورنال الوحيد اللي انفرد بالنوع ده من التغطية. طبعا هو العمل في وردية الليل أضعاف العمل في وردية الصبح بسبب الحر، ارتفاع درجات الحرارة، والعمال معدل أفضل، يعني معدل يعني تقريبا أربع أضعاف اللي بيحصل بالنهار. والحفر 24 ساعة لا يتوقف. الحفر 24 ساعة لا يتوقف في ورديات خلال 24 ساعة بالتبادل مع العمال. ده غير ان احنا عرفنا من العمال ان هم بيستمتعوا بشغل بالليل أكتر. الجو فيه لطيف، روحانية أكتر، الإضاءات الخافتة للخيم عاملاها، يعني مش عمال يعني، بس يعني حي. انت شايف في عينيك، شافت ازاي بالكاميرا هناك؟ يعني ايه اللقطات اللي انت توقفت عندها؟ اكتر اللقطات المساعده ليهم لبعض، يعني هم بيساعدوا بعض كاسره واحده، رغم ان هم من اماكن مختلفه. من اماكن مختلفه طبعا، فكاسره واحده وكلهم يعني بيتعاونوا مع بعض بشكل كويس جدا والكلام ده كله. بس طيب خلينا نشوف الصور وعلقوا لنا عليها. الصور اللي انت التقطتها دي كانت في احدى الخيام اللي هناك، الخيمه اللي هناك، وكانوا دي وجبه عشاء. هم اللي بيعدوها. في هناك كل مقاول بيبقى عنده مجموعه من الخيام ومجموعه من العمال، بيجيب طباخ للخيام بتاعته. بياكلوا كويس؟ اكلهم كويس. احنا دونا اكلتوا معاهم؟ دونا عزمونا على الاكل معاهم فعلا. ودي خيمة من الخيم اللي بيقيموا فيها. كانت خيمة من اللي بيقيموا فيها. طبعا واضح ان الظروف هنا يعني مختلفة تماما عن الظروف وصعبة يعني. حي. اطفالهم معاهم برضو. اطفالهم معاهم. ليه بقى؟ ما فيش يعني، بيعودوهم على جو العمل اللي هم فيه، وعشان يطلعوا برضو يبقوا زيهم يعني عامة. يعني ولا بيوري له الجهد اللي بيعمله والدور اللي بيعمله؟ ما هو ده شامل الكل، بيوري له الجهد اللي بيعمله، ازاي بيقدر يحافظ على شغله. جديده الحكايه دي. اظن ان معظم العمال بيبقى عندهم الطابع ده، انه ياخد ابنه معاه الغيط وهو رايح يشتغل، او عامل البنا بياخد ابنه معاه. بس مش شرط ان ابنه يطلع من العمال، ممكن يطلع مهندس، يطلع دكتور طبعا. يعني طبعا يعني. بس هم اظن ان الاولاد كان عندهم شغف ان هم يشوفوا مشروع قناه عندهم السويس. رغبه فعلا ان هم يروحوا. وده حققوا اللي كان الرئيس بيقول عليه، ان بدل ما يعملوا رحلات مدارس كان العمال بياخدوا اولادهم كمان معاهم. يعني حي. في عربيه من القوات المسلحه تقريبا بتوفر لهم الميه، بيستخدموها طبعا في انهم في لقطه كانت جميله جدا، ما اعرفش اذا كانت موجوده في الصور. ودي عربية دي، ده ايه بقى؟ عربيه اسعافات اعداد متنقله. عياده هناك متنقلة. موجوده طبعا. مسعف برضو هنا. دي عمليات مصغره. دي اجهزه لنقل العمال طبعا من مواقع الحفر للمكان اللي فيه غرف العمليات. دي اللقطه الظريفه اللي كنت بكلم حضرتك عنها. ده بائع في عربيه تمر هندي، وكان غريبه جدا ان هو في وسط الصحراء، احنا واحنا في طريقنا بالعربيه، لان احنا اتحركنا بعربيتنا الخاصه، ما رحناش في التنظيمات اللي بتنظمها المؤسسات وكده. فاحنا فجاه حد في وسط الصحراء واقف، وحواليه مجموعه من الناس بيشتروا منه تمر هندي في وسط الصحراء في مشروع قناه السويس. فنزلنا اشترينا منه. طبعا هو الشخصيه المصريه عندها ابتكارات غريبه. بيجي سايق العربيه زيقها قدامه من اول المعديه لما بيوصل للمكان اللي هو فيه. تقريبا حوالي المسافه نفسها كبيره جدا. سالته سالناه طبعا، واتكلمنا معاه، وقال ان هو بيجي هنا من مسافه من بيته طبعا. المسافه دي بيقطعها كتيره جدا. هو من الاسماعيليه بقى ولا منين؟ تقريبا من الاسماعيليه. من الاسماعيليه تقريبا، جذوره سعاديه ومقيم في الاسماعيليه بالظبط كده. وبيقطع المسافه. هو اللقطه كلها ان هو واقف في وسط صحراء، مفيش حد بيعدي عليه يعني. بس هو رغم كده ان هو بيجي كل يوم يوميا مستديم، ان هو بيشتري منه بقى. بيشتري منه طبعا. بس هو الحقيقه بقى ذكي جدا في وسط ده كله قطعا. يعني الدنيا حر،
حقيقي. والتمر الهندي مشروب معروف يعني. هو قال انه يوم عن يوم بيزود الكميه اللي بيجي بيها، لانه كل يوم بيروح هو مخلص الكميه اللي عنده قبل الميعاد اللي هو بيبقى مخطط له يعني. ده اللي بيسموه البيزنس الاضافي او الاعمال الاضافيه او الاعمال الجانبيه. على فكره احنا يعني في نهايه اليوم واحنا بنتحرك كان يعني التغييرات في مشروع القناه بيحصل ساعه بساعه. كان في ناس في المعديه بتتحرك في اتجاه المشروع الناحيه الثانيه علشان برضو تبيع سلع بسيطه صغيره. المايه بدات تطلع. اول صوره للمايه. سامر انت اول واحد صورت الصوره دي. اول واحد. اول صوره لل هي بدايه ظهور المايه. ظهور المايه. حتى هم كانوا هناك يعني كانوا فرحانين جدا طبعا، لقوا نتيجه لشغلهم ان هم اشتغلوا بيه يعني. شكو حلو عليهم يعني. طب هو المشهد مهيب. طيب صور كده خلصت. طب قولوا لنا انتوا كان عندكم احساس ايه بالمشروع؟ يعني عاده بيقال باستمرار ان المشروعات العملاقه الجديده يجب ان تتوافق مع رغبات الاجيال الجديده. هل انتوا حاسين المشروع ده بتاعكم؟ اكيد اكيد يعني. انا ما كانش عندي الاحساس ده طبعا لما رحت للموقع لانه ما كانش عندي تصور لطريقه العمل هناك ولا حجم المشروع ولا تفاصيل كمان كافيه عنه يعني. احنا صدفه انه كان رئيس الوزراء موجود يوميها وتم عرض شرح كامل لتفاصيل المشروع وابعاده. يعني اكتر حاجه فرحتني بالمشروع ايمان الناس اللي بيشتغلوا فيه، حتى المجندين اللي بيأمنوا العمال. الناس مؤمنه جدا بالمشروع، مصدقه ان المشروع ده هيبقى اول خير على البلد. خير ان شاء الله على البلد، واول مشروع في مصر الجديده. احنا مش مشروع واثنين وثلاثه يعني، اكتر ان شاء الله يعني، بس هي بدايه لانه مصر طبعا عانت 3 سنين صعبين جدا يعني. 30 سنه مش 3 سنين يعني 33 سنه. انت شايف المشروع ده ازاي يا سامر؟ انا حسيت فيه طبعا، انا ما اشتغلتش فيه عشان اقدر ان انا احس يعني فيه، لكن الوشوش المصريه البسيطه يا استاذ عادل اللي موجوده هناك هي اللي بتديك الامل ان المشروع ده فعلا بتاعنا. الناس الغلابه اللي هم بتشوفهم وشوش، لو كل الصور ديت وشوش يعني وشوش مصريه من الارض، فهم دول اللي يدوا لك الامل ان هو المشروع ده فعلا بتاعهم وهم حابين شغلهم فيه. كان عندك كان بيغنوا مثلا؟ كانوا بيغنوا. كانوا بيدندنوا طبعا يعني، عارف عادات المصريين. هل بيدندنوا هم قاعدين ولا بيدندنوا هم بيشتغلوا؟ وهم قاعدين ان احنا قعدنا معاهم وقت الشغل طبعا بيبقى كلهم مهتمين بالشغل اكتر من اي كلام، لكن هم وقت فراغهم او وقت ما هو في الغداء او في كده بيقعدوا بيدندنوا بيتكلموا مع نفسهم يعني. اكتر الحكايات ان هم بيتكلموا مع بعض اكتر في حكايات بيتهم، في حكايات الشغل ماشي ازاي، في الحكايات ديت. فديت اكتر حاجه لفتت نظرنا هناك. لما اتكلمتوا معاهم كان شايفين المشروع ازاي؟ يعني لما اتكلمت معاهم هل بياخدوا اجازات مثلا؟ بيشتغلوا قد ايه؟ بيروحوا لاهاليهم مثلا؟ هل هم طبعا كلهم من اماكن مختلفه؟ من مصر يعني. بالظبط. هو الورديات هناك 3 ورديات تقريبا، متقسمه 3 ورديات. بس هم تقريبا الاجازات ما فيش اجازات يعني، هم العمل متواصل عشان ينجزوا دوت في اقدر وقت ممكن. ومبسوطين بشغلهم يعني، رغم كده ان هو مفيش اجازه وبعيد عن بيته وبعيد عن اسرته وبعيد عن حياته الطبيعيه، مبسوط بالشغل ومبسوط ان هو قدر يعمل حاجه والناس كلها بتتكلم عنه. والفرحه اللي حضرتك بقى تشوفها في نظرهم يعني، وانا بصور هم فرحانين جدا مبسوطين ان حد سلط الضوء عليهم، رغم ان هم في منفى يعني، في حته بعيده جدا عن الاضواء. فديت دي اكتر حاجه كانت بسطت. هم بيتكلموا معاك وعايزين يقعدوا معاك اكتر وقت ممكن، وعايزين يتصوروا اكتر وقت ممكن تبقى تقدر تطلع منهم الحاجات اللي انت عايزها يعني. الورديات هناك 3 ورديات، 10 ساعات في كل ورديه، 8 ساعات شغل وساعتين راحه. دي ترتيب الورديات خلال 24 ساعه. 3 في 8 ب 24. زي ما كان سامر بيتكلم، هي الناس بتشتغل طول ال8 ساعات بجد يعني شديد جدا، حابه الشغل اللي هي فرحانين بحجم الانجاز، انه يوم عن يوم بيحصل فيه انجاز يعني. تدوي ورديه عن ورديه. وده مش عادتنا يعني. خلال ال30 سنة اللي فاتت ما كانش فيه مشروع بيحصل فيه، كنا مرحرحين وكنا الامور ماشيه على مزاجها يوم عن يوم. انا حد سمعت الكلام ده من زمايل لينا زاروا الموقع وبعد اسبوع زاروه مره تانية، ان حجم الانجاز في اسبوع او في كام يوم انجاز ضخم يعني. طبعا انا عشان جذوري الصعيديه فلفت نظري في ورديه الليل صوت ياسين التهامي، هم عاشقين لصوت ياسين التهامي. رغم انه زي ما كان سامر بيقول هم من اماكن من متفرق. محافظات مختلفه، بس كان صوت نجات وياسين التهامي وبعض الاثنين مع بعض. وبعض الاغاني الوطنيه نجات الصغيره وياسين التهامي بالاناشيد الدينيه ووردة. وبعض الاغاني الوطنيه وبعضهم
هما يمكن ما عندهمش فكرة انه لانه ما فيش آلات موسيقية وكده فما فيش حد بيقعد ويعملوا جلسات سمر. عادة بيبقى السواق اللي بيسوق المركبة دي اللي هي بتحفر الحفار او كده بيشغل ياسين التهامي واللي بيعاونه لو اتنين تلاتة بيعاونوه في حاجة بيبقوا سامعين نفس الصوت. الغريب ان وردية الليل دي وردية خطر جدا لانه بيبقى فيها طبعا زواحف وفي بعضهم اصيب بلدغات عقارب. لذلك قالوا لنا حاجات ظريفه جدا وهم ان هم اتصاحبوا على العقارب زي ما هو اللي موجوده في الموقع صعب عليهم ازاي لكن هو بيصطادوا بقى عندهم خلاص ائتلفوا عرفوا يتعاملوا معاهم طريقه معينه بيصطادوا بيها العقارب وبيدخلوا في مسابقات كمان لمين اكتر حد عرف يحقق سكور. طب سامر هم في بعض الناس اشتكت انه زيارات كتيره جدا، هل ممكن تعتقد ان الزيارات دي مهمه ولا بتعطل الناس عن العمل يعني؟ لا خالص، بتدي لهم دفعه يعني من وجهه نظري طبعا شخصيه، بتدي لهم دفعه ان هو حد مهتم بيهم، حد بيوجه عليهم الضوء ان انتوا ناس بتعملوا حاجه مفيده جدا واحنا عشان كده بنيجي بنزوركم طبعا. فلا بالنسبه لهم لا، هم بالعكس ده بيفرحوا وبيروحوا بيتصوروا مع يعني لو في مسؤول او في بيروحوا يتصوروا معاه ويتعاون معاهم او كده. فما اعتقدش ان هم بيعطلهم لان الناس اللي بيتصوروا كمان حتى لو بيروحوا للمكان اللي فيه المسؤول او في حد وبيعمل معاهم لقاءات دول بيبقوا في الراحه، لكن الورديه شغاله زي ما هي يعني ما بيسيبوش شغلهم وبيروحوا يعملوا اللي هم عايزينه. هي عجبني التحقيق لانه بيتعامل مع الناس اللي هم المباشرين في انجاز المشروع الابطال وليس الحقيقي. مجرد المسؤول الكبير يعني عاده الاعلام بيروح للمسؤول الكبير بالزبط. يسمع منه الكلام ويشوفه في البتاع وده مهم على كل حال لكن يمكن الاهم اعطاء الدور انه الدور الضوء على او القاء الضوء على المباشر اللي بينجح في انجاز معين ويمكن دي الحاله المفقوده استاذ ان هو هنا كل الناس بتتكلم على الناس اللي هم الكبار مش محتاجين اللي هو تسلط الضوء عليهم لكن الطبقه اللي تحت هي ديت الاهميه اللي بتعمل هم دول الوجوه الحقيقيه بالظبط كده. ويمكن احنا في البرنامج قررنا ان احنا باستمرار نقدم ما يمكن وصفه بوجوه الزحام. الوجه اللي انت بتاخدش بالك منه في الزحام قد يكون وراه قصه، قد يكون وراه فكره كتير. قد يكون وراه عمق ما في حكايه ما. ايه اللي ممكن تعتقد هل هتتابعوا الحكايه دي كل شويه؟ ان شاء الله احنا بصفه دوريه هنبقى موجودين لانه في يعني تخطيط واقتراح ان احنا نعمل فيلم تسجيلي اهداء للمشروع، مؤسسه الفجر هي اللي تعمله واهداء للمشروع. وكنت عايزه اقول لحضرتك انه الناس هناك بتشتغل بقلوبها مش بايديها يعني حقيقي مصدقه انه المشروع ده مشروع مصر القومي القادم فعلا، فدي اقل حاجه، دي حاجه بسيطه جدا نقدمها للناس. ان شاء الله بصفه دوريه هنبقى معاهم. يمكن ده يعني انتم عشتوش يمكن احساس السد العالي، لا للأسف. لكن يمكن هو ده بيعيد لمصريين من جديد بيجدد الاحساس بمشروع قومي بتحدي، خاصه وان هذا المشروع الحقيقه بيجي في وسط ظرف البلد فيه بتعاني من ضربات ومن هجمات ومن مؤامرات ومن دور اقليمي بيحاول يعني يقلص استقرارها وبيحاول يهدد وحدتها يعني. ويمكن ده اللي مدي احساس بان المشروع له قيمه مضاعفه ايضا، هو التحدي وسط كل الظروف الصعبه دي. هو عمل صعب في وقت اصعب يعني زي نقدر نسميه كده. شكل بقايا خط بليف في موقع الحفر مشهد مهيب يعني فعلا تحس ان جسمك بيقشعر لما تشوف شكل الخيام وهي محطوطه والعمال بتشتغل والحفرات بتشتغل وبقايا خط بارليف من بعيد وصوت ياسين التهامي يعني مشهد سينمائي لازم يتسجل. طيب تامر انت كنت سامر انت كنت دايما بتصور الاخوان المسلمين ومظاهراتهم الفرق والتخريب والعنف والحاجات دي كلها، وجيت في لحظه نقلت لمشروع تاني، تفتكر مشاعرك هنا كان هنا وهنا ايه؟ هو القصه كلها في المظاهرات او مظاهرات الاخوان لما احنا كنا بننزل كان اي مصور معرض ان هو يتضرب ويتعين وكده. وبعدهم اتصاب. طبعا الفرق بس بنشتغل مع ناس هم حابين شغلك، هم عايزين ان انت تشتغل وتطلع لهم. التانيين ما كانوش حابين شغلك؟ لا خالص. الناس هناك انا اتضربت يعني انا اتضربت قبل كده منهم في كتير. فهم الناس هنا بتساعدوك ان انت تطلع الحاجه اللي انت عايزها، لكن طبعا المظاهرات دي بيبقى لها جو تاني خالص، ما حدش رافض الشغل، الكاميرا بالنسبه له حاجه قاتله ممكن انت بتحاربه بيها، فعشان كده الكاميرا ممكن قد تكون دليل ادانه بالزبط. بالنسبه له، لما هنا الكاميرا دليل انجاز بالظبط كده. انت كمان يا فيروز عملت تجربه غريبه جدا طلعتيها في الكتاب اللي جنبك ده. ايوه يعني نقبتي باين ورحتي بعد كده وعملتي دي شكل صورتي عملتي شكل صورتها وهي داخله تعمل تجربه في رابعه يعني
ودي صورتها يعني هي دي صورتها في الغلاف الاولاني، صورتها وهي متنكره وداخله بتعيش تجربه 21 تجربه في رابعه العدويه اثناء الحصار، اما دي تجربتها الحقيقيه وهي قدامكم عشان تعرفوا الفرق. الفرق برضو من التجربتين ايه؟ التجربة الأولانية كانت تجربة كل يوم بتخوفني أكتر وبتقتل جوايا حاجة بتخوفني على مصر. طول الواحد وعشرين يوم اللي أنا قعدتهم في رابعة كنت طول الوقت يوم عن يوم خوفي عن مصر أكتر، مش عارفة إحنا رايحين فين. لكن مشاهدة مشروع قناة السويس بتبعث فيك الحياة إحساس، يعني هنا رعب وهنا تفاؤل، اكسجين تحس ان جوه المشروع انك بتتنفس اكسجين، ان احنا ان شاء الله يعني مصر هتتبني وهتبقى دوله متقدمه ومتحضره غريب ان ده راي جيل جديد، غالبا الجيل الجديد بيبقى متمرد، ولا هو متمرد لانه ما بيشوفش، يعني مجرد حياته نظريه، لما يعني نديله فرصه انه يشوف ويعيش تجربه زي القناه او غيرها بيكون التفاؤل افضل يعني. حي وبرضه هقول لحضرتك يا استاذ عادل ان احنا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا اتعلمنا كتير قوي، وكانت بالنسبه لنا التجارب كبرتوا يعني؟ كبرنا نضجتوا؟ مش قوي افتكري. بس افتكر ان احنا كبرنا، كان عندنا تجارب قاسيه لانه اتضحك علينا وتم استغلالنا واتلعب بينا. للاسف كل الناس اللي نزلت، او يعني بلاش كل طبعا، جزء كبير من جيل اللي نزل في يناير كان نازل علشان مصر مش عشان اي حاجه تانية. للاسف اكتشفنا بعد ان تم استغلالنا وان احنا كنا مش اكتر من يعني وسيله للسيطره على حكم. للاسف ندمنا طبعا، لانه ما حدش فينا يحب الشاب اللي في عمر اللي نازل اللي عنده استعداد يضحي بحياته عشان بلده. مش ممكن يقبل انه يبقى نزوله ده سبب ان يكون متيا. طبعا فكانت تجربة قاسية بكل المقاييس. يعني اظن ان احنا بدأنا في وقت الفرح. طيب هل بس ليه كتير من الشباب مش مبسوط بالفرح ده؟ هل لانه بعيد عن مثل هذه الاحداث، ما بعيد عن مثل هذه المشروعات؟ هل نطلب منهم انه يروحوا يشوفوا بنفسهم يمكن يغيروا وجهة نظرهم؟ انا ادعو كل مصري صغير كبير في أي مستوى اجتماعي أيا كان أنه ياخد ولاده وعيلته ويروح يزور مشروع قناة السويس، هيحس أنه هو بتنفس أكسجين حقيقي. فعلا المشروع حاجة مبهرة. كلمة أخيرة للمصور الموهوب. يعني أنا عايز بس إن ممكن أطلب مثلا طلب من الأجهزة المسؤولة إن هو يبقى يخلي فيه ودن مع الشباب. ودن مع الشباب. هي ذات الحاجة المفقودة فعلا، لأن الشباب عايزة برضو تقول رأيها، مش كله أمر وكله كده وخلاص. فلو في كلمة، لو في حد بيبقى محتوي الشباب أكيد الشباب. عندك فكرة إن إحنا ممكن نعمل اقتراح بإن إحنا نجيب الشباب ونعمل حوار سياسي هناك على أرض القناة، يمكن الدنيا تتغير؟ فكرة، إيه رأيك في الفكرة دي؟ ممكن. الاستاذ سامر عبد الله مصور الموهوب، بشكرك شكرا جزيلا. زميلتي فيروز عبد العزيز، بشكرك شكرا جزيلا. وانتم ايضا لكم كل الشكر والتقدير، وارجو ان انا اكرر اعتذاري على النظاره الشمس لاسباب طبيه ولاسباب صحيه، وتصبحوا على الف خير.